بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوتي أخواتي الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا إليكم في هذه الدقائق القليلة ونحن في شهر الله المبارك، شهر رمضان العظيم، ونحن في ضيافة الله، علينا أن نتحرى أفضل الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأي عمل يقربنا إلى الله أكثر من صلة الأرحام؟ صلة الأرحام. أنقل لكم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يخاطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا علي، أشبهكم بي أو أوصلكم بقرابته. أن الذي يكون أشبه برسول الله، خصال كثيرة، لكن من بين تلك الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم، أوصلكم بقرابته. وقد نتساءل في بعض الأحيان، نعم نصل قرابتنا، لكن أيهم؟ بعض الأحيان نقتصر على من يصلنا وعلى من يتودد إلينا، إلا أن الأحاديث تؤكد على أن الصلة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هي الصلة بمن يقطع بنا. صل من قطعك واعف عمن ظلمك. نعم أيها الأحبة، هكذا صلة الأرحام منسعة في العمر. ما معنى منسعة في العمر؟ أي أن الأجل لم يكن محدداً. نعم نحن نعلم أن لكل منا أجل في عمره، إلا شخص واحد، وهو الوصول برحمه. أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعمره منسأة، يطيل في عمره. وأن القضية أيها الأحبة علينا أن نتحذر من خطرها أيضاً، أن القاطع للرحم نعم يقطع أجله. يعني إذا كان عمره مديد، مثلاً عمره 20 سنة بعد باقي، قد ينقطع ذلك الأجل ويقتصر على سنة أو يوم بسبب قطيعة الرحم. وهذا ما بينه الله جل وعلا وبين خطره في كتابه العزيز، حيث قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي أنكم كما تتقون الله عليكم أن تتقون الرحم وأن تهتموا بها. وهذه الأيام ونحن في ضيافة الله، في ضيافة أرحم الراحمين، ونرجو منه أن يرحمنا. علينا أن نتراحم وأن نتزاور وأن نصل أرحامنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل الخير ولكل أعمال الخير في هذا الشهر المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.